مرحبا، معكم نادر شحادة من مطعم الكندا الناصري. اليوم بدنا نعمل سلطة اللي هي سلطة صحية، اسم السلطة سلطة الخضراء والسنتة. هاي السلطة المقادير تاعونها هن بروكلي، اسباراجوس، كون في بصل، كون في تومي وسنتة. نبلش بهاي السلطة، نحضرها. أول شيء بنحط زيت، وبعدين بنبلش بنحط البروكلي، بنحط الاسباراجوس، نحركهن شوي، نحط ملح فلفل، يكون في بصل، يكون في تومي، بنحركهن شوي، مستنان يقضوا لون. بعدين بنحط السنتة، فيش حاجة نستنى كتير على هاي الخضرة لأنه هي مرقة الطبخ اللي هو سلق بالأول. بعدين بنحط تومي مطحونة، ونفتح الطعمات كلياتها حبة حامض. هاي السلطة بسيطة منيحة مفيدة للمعدة وخفيفة. بالآخر بنحط من هذا الصلصة اللي هي سلطة الصويا المركزة. وهيك بتكون سلطة الخضرة الصحية خالصة، صحة وهنا.